يقول السائل: ما رأيكم في قول القائل: إلهنا ليس في الوجود إله غيرك فيدعى، وليس في الكون رب سواك فيرجى؟ هل في هذا القول موافقة لعقيدة أهل الحلول والاتحاد؟ وهل هناك فرق بين الكون والوجود؟ هذا يحتاج إلى تثبت، هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نسمعه من الذين يدعون ويقنتون، ولكن يحتاج إلى تثبت عن النص هذا، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومعناه صحيح، معناه أنه ليس هناك رب سوى إلا الله سبحانه وتعالى، ليس في الكون ولا في الوجود، ليس هناك رب إلا الله جل وعلا، فالمعنى صحيح، أما اللفظ يحتاج إلى أن يراجع ويتثبت منه. نعم، وليس هذا من الحلول، ليس هذا من الحلول. الحلول اللي يقول إن الله في جميع الأمكنة، هذا هو الحلول. أما الذي يقول إن الله جل وعلا هو رب الخلق وهو رب الوجود، فليس هذا من الحلول. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو في السماء جل وعلا ويعلم ما في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو في السماء مستوى على العرش ولا يخفى عليه شيء في الكون كله، لا أعلاه ولا أسفله، ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى.